يسعد صباحك. صباح سعيد للجميع، وسعيده بتواجدي معاكم. صباح صحه وطن، صباح ان شاء الله انفراج ازمه الكورونا على العالم بتواجد اللقاح يا رب باذن الله. اكيد. طيب مبدئيا ممكن تذكري لنا بعض من حقوق الصحيه للمراه اثناء الحمل والرضاعه بشكل عام؟ نعم طبعا الثقافه الحقوقيه جدا مهمه. دور المسؤوليه المجتمعيه في انه يعرفوا حقوقهم عشان يقدروا ياخذوها. اذا الواحد ما عرف حقه ايش هو ما حيقدر يعني ينفذه او ياخذه. فالثقافه الحقوقيه، حقوق المراه الصحيه عموما، في هناك وثيقه الحقوق، هذه صدرت من وزاره الصحه وحدثت مع الجائحه في 2020. هذه أدعو كل شخص وكل فرد في المجتمع أنه يتعرف عليها، يقراها، يعرفها، بحيث أنه أنا لما أراجع المركز أو المستشفى أو المنشأة الصحية أكون عارفة إيش اللي لي عشان أقدر أخذه. من الوثيقة الحقوق طبعاً بالنسبة للمرأة، أهم شيء ركزت على عدم التمييز ضد المرأة، وأنه المرأة تساوى مع الرجل في أخذ الرعاية الصحية. كيف يعني؟ أنه مثلاً توفر لها المراكز الرعاية الصحية الخاصة بصحة المرأة وتكون مجانية لها، أنه هي تقدر تحصل على فحص ما قبل الزواج، تقرير منه مثلاً، أنه هي أثناء المراجعة لها أنه هي تتم لها الفحوصات اللازمة سواء كانت تشخيصية أو علاجية أو وقائية في فترات ما قبل الحمل، أثناء الحمل، وبعد الحمل. طبعا توفير المادة العلمية جدا مهم للسيدات كمان، هذه تكون عن طريق طبعا وزارة الصحة عندها الموقع تبعها الرسمي فيها كل المعلومات. مهم جدا هنا نقول انه الواحد ياخذ المعلومة او المادة العلمية من مصدر موثوق منه، فيا اما من المنشأة او من وزارة الصحة ممكن. جميل جدا. طيب دكتور حنان، ما هي الضوابط لاستخدام لقاح COVID-19؟ نعم طبعا لقاح COVID-19 هو مفروض حدد الآن من وزارة الصحة على 3 مراحل. المرحلة الأولى حتكون للناس اللي هم كبار السن فوق 65 سنة، والناس اللي هم يعانوا من أمراض مزمنة سواء مقيم أو 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 أو, أو مواطن، سيدة أم رجل. لكن الضوابط أهم شيء إن هم ما يكونوا أقل من 16 سنة، يعني البنات، المراهقات، الأطفال ممنوع إنهم يستخدموه. أيضا السيدة الحامل ممنوع تستخدموه، السيدة الموضع ممنوع تستخدموه. فجدا مهم بالنسبة للسيدات إذا كانوا يأخذوا اللقاح وفي سن الإنجاب إنه هي تتأكد إنها ما تكون حامل. وأثناء الفترة اللقاح أيضا لازم تأخذ مانع للحمل. فمثلا أنا لو جيت أبغى أخذ اللقاح وعندي مثلا مرض مزمن وفي الكرايتيريا أو في الفئة اللي أنا ممكن أخذ اللقاح في الفترة هذه، مهم جدا قبل ما أخذ اللقاح أكون أخذ مانع للحمل لمدة 3 شهور، لأنه الجرعة الأولى تتاخذ بعده ب3 أسابيع تاخذ الجرعة الثانية، بعدين لازم ننتظر 2 شهر بعد الجرعة الثانية. فخلال ال3 أشهر هذه جدا مهم أنه ما تكون السيدة حامل وتكون أخذة مانع للحمل آمن. طبعا الناس اللي عندهم فيروس نقص المناعة الإيدز، هذولا أيضا لا ينصح باستخدام الفيروس لهم اللقاح. طيب نعم. ما هي السياسات والإجراءات الخاصة بالسيدة الحامل فيما يخص كورونا، فيروس كورونا؟ نعم طبعا صنفت السيدة الحامل أنه هي متوسطة الخطورة إذا أصيبت بالكورونا، يعني معنى بالذات لو أصيبت في ال3 أشهر الأخيرة من الحمل، يعني أنه هي في زيادة 3 أضعاف أنه هي ممكن تدخل في ولادة مبكرة إذا أصيبت بالكورونا. غير كذا إن شاء الله ما عندها مشكلة سواء حامل أو غير حامل إذا أصيبت بالكورونا. فإحنا دائما فننصح السيدات إنه هي طبعا أخذ الاحتياطات الاحترازية جدا مهمة، سواء باستخدام الكمامة، لأنه الآن
السيدات اللي هم في عمر الإنجاب إذا ما أخذوا اللقاح أو إذا هي حامل في بداية الحمل ما حتقدر تأخذ اللقاح، فجدا مهم إنه إحنا نركز عليها عشان ما تصاب بالكورونا، إنه هي تكون تأخذ الاحتياطات الاحترازية، الكمامة إنها تقعد تباعد اجتماعي 2 متر، شرب السوائل، زيادة المناعة في جسمها. طبعا في تلاقي كثير اللي يقول لك خذ الجنزبيل ما أعرف إيش، هذه كلها لا تزود المناعة صراحة. أهم شيء لزيادة المناعة هو النوم الكافي، الراحة، أخذ العسل ممكن يفيد، بالنسبة للحامل تأخذ فيتامين د مع حمض الفوليك، ومهم جدا أنها تأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية. يعني المرأة الحامل تقدر تأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، ممكن يعطيها أجسام مضادة بجسمها تساعدها إن شاء الله أنها تكون مناعتها أقوى. رائع جدا. طيب دكتور حنان، من هم السيدات اللي ينصح باستخدام، ينصح لهم طبعا استخدام لقاح كوفيد 19؟ نعم، حسب توصيات وزارة الصحة، احنا قلنا اول فئة الان في المرحلة هذه، اليوم ولله الحمد بدأ اول لقاح انعطى للمقيمين والمواطنين، وبدأهم معالي وزير الصحة ولله الحمد، فمن اليوم بدأنا خلاص في اخذ اللقاح. فأي سيدة فوق 65 سنة وعندها أمراض مزمنة هذه لازم تبدأ الآن. بعد كده حيجي في نهاية المرحلة هذه حنبدأ الممارسين الصحيين. ممارسين الصحيين نتكلم على الطبيبات والممرضات، فهذولا اللي عندهم أمراض مزمنة. بداية المرحلة الثانية اللي هي بعد 3 شهور تقريبا حيبدأ جميع الممارسين الصحيين، وبالذات اللي هم أشد عرضة للإصابة. نتكلم على الناس اللي يشتغلوا في الطوارئ، في العناية المركزة، فدولة لازم إن هم يدعموا باللقاح. طبعا هنا شدد إنه اللقاح اختياري وليس إجباري. جميل. طيب هل هناك دراسات أثبتت انتقال عدوى فيروس كورونا من المرأة الحامل للجنين لا قدر الله؟ نعم، طبعا في بداية الجائحة كان في حالات فردية جدا، مثلا في الصين ظهرت حالة واحدة إنه طفل تولد أمه كانت مصابة وظهر عنده الفيروس. في بريطانيا تقريبا 6 حالات، فهذه حالات فردية كانت. مع الدراسات والأبحاث أكثر كانت في الحريم اللي هم أو السيدات اللي أصيبوا بالكورونا وهم حوامل، ولله الحمد يعني طلعت تقريبا حوالي 4 تقارير نشرت في مجلات محكمة لأعداد أكبر، يعني نتكلم على 300 و500 حالة في كل دراسة، أثبتت أنه الحمد لله لا ينتقل فيروس الكورونا من الأم إلى الجنين. طبعا هي نظريا قالوا أنه ممكن الفيروس ينتقل عبر المشيمة إلى الطفل ويروح في السائل الأمنيوسي حولين الطفل أو أثناء الولادة، عن يعني بالذات الولادة الطبيعية أو القيصرية، لكن هذه كانت نظريات لم تثبت علميا الحمد لله. فنقول الآن يعني لما تجيني مثلا مريضة وعندها أصيبت أو مخالطة نطمئنهم الحمد لله أنه بحول الله أنه لا ينتقل الفيروس للطفل. بالنسبة للرضاعة يعني المرأة هذه الحامل المخالطة، برضو يعني في قوانين وجدتها إدارة التغذية في برنامج تشجيع الرضاعة خاصة بالسيدات وإرضاعهم لأطفالهم. جميل. طب ماذا عن الإنفلونزا الموسمية بخصوص الحامل دكتور حنان؟ نعم، ما عندها مشكلة ممكن تأخذه، بالذات في فترة الشتاء الآن، وممكن بالعكس يقيها وكويس، لأنه في دراسات كثيرة واللقاح لي في السوق سنوات وجرب على المرأة الحامل وغير الحامل، وإن شاء الله أنه آمن ما عندها مشكلة جدا فيه. طيب بالنسبة لبرنامج تشجيع الرضاعة ممكن تقولين عن بعض النقاط اللي تشمل هذا البرنامج؟ نعم، طبعا حكومة المملكة العربية السعودية يعني كانت من أوائل الدول اللي وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية عام 1990، لما هم بدأوا في برنامج مبادرة صديق للطفل أو ممارسات صديق للطفل وصديق للأم. فكانت المملكة من أوائل الدول اللي وقعت اتفاقية، في نفس السنة أنشأت برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، والآن يعني صار له 30 سنة وأكثر تقريبا البرنامج. فآخر الإصدارات من البرنامج هذا كانت عام في نهاية إبريل 2020،
وعملوا وثيقة أو كيف نتصرف مع الناس اللي هم السيدات اللي يجوا بكورونا أو مخالطين لكورونا وتيجي في المستشفى تولد وكيف إرضاعها للطفلة. تقريبا شددوا على نفس الكلام لكل الجمعيات العالمية بتقولوا إنه إحنا لازم ناخذ الاحتياطات الاحترازية جدا. طبعا في شيء اسمه ملامسة الجلد بالجلد، هذه دائما ننصح بها كممارسة صديق للأم والطفل في المستشفيات. السيدة أول ما تولد سواء طبيعي أو قيصرية نحط الطفل على جلدها، هذه تساعد في تعزيز الرضاعة الطبيعية لاحقا إن شاء الله. طبعا مع الكورونا كان في شوية ريستريكشن على هذا الموضوع، لكن التوصية بأنه المرأة الحامل من حقها المرضع أنه هي ترضع طفلها في الساعة الأولى، لازم ما ناخذ الطفل ونفصله عنها. إذا كانت السيدة مصابة بالكورونا وحالتها مستقرة، بقاء التوصية أنه إحنا نخليه في نفس الغرفة، لكن نخليه في سرير منفصل عنها يبعد حوالي 2 متر، هذه جدا مهمة، وتقدر أنه هي ترضعه مباشرة أو باعتصار الحليب. إذا كانت السيدة مثلا حالتها غير مستقرة في غيبوبة في العناية المركزة، هنا ممكن إذا استطاع الفريق الطبي أنه يعتصر الحليب ويرضع الطفل. إذا كانت حالتها في يعني جدا خطرة وغير مستقرة، هنا برضو نلجأ إلى الأم المرضع. يعني لاحظ الحليب الصناعي ما يدخل أبدا، الناس مع الأسف على طول الأم تعبانة وشي جبنا حليب صناعي. الحليب الصناعي نوصي فيه فقط في حال لا قدر الله الأم توفت. جميل جدا. طيب دكتور، احنا يعني ذكرتي أشياء كثيرة، الأساسيات دائما للحفاظ على صحة الأم أو الحامل. بشكل سريع نقدم نصيحة عبر الشاشة لأنه في كثير قاعد يسمعونا بخصوص هذا الموضوع المهم جدا. نعم، نصيحتي الأولى والأخيرة والكل على طول إنه هي قراءة وثيقة الحقوق، هذه جدا مهمة، إنك أنت تناقشي خطة العلاج مع طبيبك. مثلا كثير سيدات يجوا ما تحاول تعرف، لأنه لما أجي أقول لها مثلا تحتاجي لقيصرية مثلا، ممكن زي ما هي مهيئة أثناء 9 شهور صحيح. فترة الحمل صعبة، فلازم تناقش السيدة خطة العلاج أو إيش حيكون خطة الولادة حقتي. الإذن الطبي من حق المرأة إنه هي توقع على إجراء القيصرية، ما تحتاج إذن ولي أمرها الآن. فهي تقدر تعمل كل شيء لحالها، فدي حقوق المرأة لازم تكون عارفتها هي عشان تقدر تستخدمها. بالفعل أكيد. دكتور حنان سلطان يعطيك ألف عافية، فعلا أثريتينا بالمعلومات وشكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يخليك، شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية.